حكينا انه ال 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 في عندنا 3 ميثودز، في عندنا 3 ميثودز اذا بنرجع شويه. الاوبن لوب تيونينج ميثودز بتالف من 3 ميثودز. اول طريقه اللي خلصناها امبارح اللي هي زد ان زيجلر نيكولز تيونينج ميثود، هذول كلهم اوبن لوب. اوبن لوب يعني ستيب ريسبونس على البلان، وبناخذ اليونت ستيب ريسبونس او الستيب ريسبونس، اوكي، وبناخذ الستيب ريسبونس، وبعدين نشمل الستيب ريسبونس لازم يكون اس شيب، اوكي، ومن الاس شيب كير بنطلع البارامترز. بالتالي اول طريقه اللي هي زد ان ميثود اللي تطبق على الفيرست اوردر بلس ديد تايم سيستمز، وبالتالي هي اكثر طريقه شيوعا. قلنا الطريقه الثانيه والطريقه الثالثه اللي هي سي اتش ار والكوهن كون ميثود، هن بوث اوف ذيم ذي ار موديفيكيشن اوف زد ان ميثود، بوث اوف ذيم ذي ار موديفيكيشنز. بالتالي المحاضره اليوم راح نناقش السي اتش ار تيونينج ميثود اللي هي اقترحوها الثلاثي جين وهرونز ورزويك، ثلاث ساينتستس، وهي عباره عن موديفيكيشن لمين؟ للزد ان اللي هي ميثود، والكوهن كون ميثود برضه اقترحوها هذول العالمين، اوكي نشامه، وبالتالي هي عباره عن برضه موديفيكيشن للزد ان. بالتالي الاساس في الاوبن لوب تيونينج ميثودز الزد ان، وحكينا في المحاضره الماضيه برضه في الكلوز لوب تيونينج ميثودز الاساس فيها برضه الزد ان اللي هي زيجلر نيكولز تيونينج ميثودز، وعندنا طريقتين ثانيات they are also modification of Zn. بالتالي الحط ضبط الاساس اللي هو الاثنين هذول زيجلر نيكولز سواء في الاوبن لوب او في الكلوز لوب. هسه بنكمل يا نشامه اللي هي سي اتش ار ميثود. السي اتش ار ميثود زي ما حكينا هي عباره عن موديفيكيشن للزد ان، وفي لها تو ابروتشز للديزاين. في تو ابروتشز للديزاين، واحد بيعطيني اسرع ريسبونس without overshoot، quickest response without overshoot، والثاني بيعطيني اسرع ريسبونس with 20% overshoot. اوكي يا هشام، هسه رح نشوف الديتيلز. واثناء عمليات التيونينج تبعتهم هذول السي اتش ار شافوا انه في فرق بين مين وين، بين عمليه التيونينج للكنترولر due to set point او اللي هي الانبوت، due to input اللي هي set point، وبين الديستربنسز ريسبونس. بالتالي اذا متذكرين مر معنا في chapter 1 انه بكون هون في عندي اللي هي desired input او set point، اوكي، وبكون في عندي في معظم الكنترول سيستمز disturbances او noises، اوكي. بالتالي شو حكينا في chapter 1، شو الجولدن رول حكيناه؟ انه الكنترول سيستم should be sensitive ولا insensitive لمين، for which of the two. حكينا في chapter 1 انه الكنترول سيستم should be sensitive to input while it should be insensitive to what? Insensitive to disturbances او noise. بالتالي هم لاحظوا انه اثناء التيونينج بروسيس في فرق بين التيونينج للانبوت وفي فرق بين التيونينج للي هي الريسبونس للديستربنس. طيب هسه يا نشامه السي اتش ار ميثود هي عباره عن بنطلع نفس البارامترز تبعات مين؟ تبعات الزد ان ميثود. بنطلع نفس البارامترز تبعات الزد ان ميثود نفسهم ولا اختلفت شيء. بالتالي اذا اشتغلت الزد ان اوبن لوب ميثود السي اتش ار من نفس البارامترز تقدر تعمل تيونينج للسي اتش ار ميثود. نرجع هسه ونشوف شو الزد ان تيونينج او الاس شيب من خلالها بنطلع ايش. حكينا في المحاضره السابقه انه بنطلع من الاس شيب كيرف هذا بنطلع الديد تايم اللي هو الانترسكشن بين التانجنت مع التايم اكسس، وبنطلع الكابيتال تي هاي اللي هي الانترسكشن بين التانجنت لاين مع الستيدي ستيت لاين، اوكي نشامه، وبنطلع اللي هي تاو ام اللي هي الفرق بين
التي هون والتي هون اللي هي كابيتال تي مع التي ديلي. اوكي طبعا يكون عندنا برضه باي ذا سيم تايم يكون عندي اوبزرفيشن انه الستيدي ستيت فاليو للريسبونس قديش، وبكون هذا معطى عندي الواي ستيدي ستيت او اليو الانبوت تبعي قديش الفاليو تبعته بكون معطى عندي. بناء على الفاليوز هذول بنقدر نوجد البارامترز تبعات مين. اوكي نشامة بنقدر نوجد البارامترز تبعات اللي هي ال اللهم صل على محمد ال CHR ميثود. اوكي ولاحظ هون في عندي K، خلينا نشوف ال K اللي حكينا عنها في محاضرة امبارح شو هي. ال K هيها، ال K هيها نشامة اللي هي ال steady state value لل input divided by the steady state value لل output في التاو ام اوفر تي دي، وهي التاو ام هيها. بالتالي هون بنطلع من اللي هي الزد ان ميثود بنطلع كل البارامترز وبعدين بنعوضهم في تيونينج بروسيس مختلفه عن مين؟ السي اتش ار ميثود. بنطلع البارامترز تبعاتنا الكي بي والتي اي والتي دي. اوكي نشامه بناء على بروسيس او فاليوز مختلفه لمين؟ للفاليوز تبعت الكي بي والتي اي والتي دي. كل طريقه تيونينج ميثود لها طرق حساب مختلفه. بالتالي احنا حكينا امبارح انه الزد ان تيونينج ميثود بتعطيني ثلاث حالات، بتعطيني البروبورشنال كنترولر او البي اي كنترولر او البي اي دي كنترولر. بس حكينا برضه انه ما بتغطي لي الكونفيجريشن الرابع اللي هو مين؟ اللي هو البي دي كنترولر، ما بتعطيني اياه. بالتالي برضه السي اتش ار ما بتعطيني البي دي كنترولر. وانا حكينا قبل شويه انه في عندي تو فاريشنز او تو ابروتشز للديزاين باستخدام السي اتش ار. واحد اللي بيعطيني ويزاوت اوفر شوت يعني زيرو اوفر شوت، واحد اللي بيعطيني 20% اوفر شوت. بالتالي هي بالتيبل مكتوب عندي 0% اوفر شوت اللي هي ويزاوت اوفر شوت. اوكي نشامه وفي واحد ثاني بيعطيني 20%. بالتالي هي اول ابروتش بيعطيني 3 كنترولر بارامترز لل 0% اوفر شوت، والثاني بيعطيني ل 20% اوفر شوت. وبالتالي بناء على البارامترز اللي نفس حسبناهم في اللهم صل على محمد في الزد ان ميثود اوبن لوب ميثود بنطلع البارامترز تبعاتنا تبعات الكنترولر، والكنترولر برضه ستيل هو عباره عن نفس الديزاين اللي هناك. خلينا نرجع ونعمل له كوبي بيست عشان ما تخربطوا. هاي هون يا نشامه بعد ما هذا الترانسفير فانكشن تبع الكنترولر اللي موجود عندنا. اوكي نشامة هذا الترانسفير فانكشن تبع الكنترولر اللي هو نفسه مر معنا. اوكي نشامة اللي هو هناك، بس لاحظ هون راح يكون عندي اوكي الفاليوز هاي مش مظبوطة، شنو هاي بتعتمد على الفاليوز تبعات اللي هي السي الزد ان ميثود. بس كترانسفير فانكشن ان جنرال بيكون هذا هو الترانسفير فانكشن تبعنا. ما علينا غير نعوض الفاليوز تبعات هيهم الكي بي والتي اي والتي دي هون. اوكي نشامه وبيطلع معاي الكنترولر ترانسفير فانكشن. اوكي نشامه بالتالي هذا الطريقه الثانيه اللي هي السي اتش ار ميثود. هسه بنروح للطريقه الثالثه اللي هي الكوهن كون ميثود. ولا تنسوا انه لساتنا بنحكي عن الاوبن لوب. اوكي يا نشامه طيب
الكوهن كون ميثود هي عباره عن ستيل موديفيكيشن لمين؟ للزد ان ميثود. اوكي يا نشامة. وبالتالي طيب شو الموديفيكيشن اللي قدمته؟ في موديفيكيشن قدمته. هسه ركزوا معي، الزد ان بتشتغل بشكل مرتب على البروسيسز اللي بكون فيها الديد تايم. شو الديد تايم؟ اللي هي التي دي. اقل من مين؟ اقل من نص التاو تبعنا، التايم كونستانت. بالتالي هاي ليميتيشن في الزد ان، هاي ليميتيشن في الزد ان، انه الزد ان ميثودز او رول سواء للبي ولا للبي اي ولا للبي اي دي اوكي عشان ما بتشتغل ضمن الليميتيشن هذا، انه يوم نيجي نحسب التي دي تايم ديلي والتاو بس بتطبق في الحالات اللي بكون فيها التايم ديلي اقل من ال 0.5 التاو. بينما الموديفيكيشن الامبروفمنت اللي حسوتها الكوهن كون رول انه ايش؟ انه كبرت لي هذا الرينج التي دي بدل ما كان اقل من 0.5 تاو في الزد ان، اعطتني اياه مطت لي اياه وكبرته ووسعت الرينج لوين؟ ل 2 تاو. وبالتالي عملت لي ستريتشنج لمين؟ عملت لي ستريتشنج للرينج اوف تايم ديلي فاليوز اللي انا بقدر اشتغل عليها. بالتالي بعيد مره ثانيه، الزد ان اوكي نشامه كانت عباره عن ايش؟ كانت عبارة عن بتشتغل بشكل مرتب في يوم يكون التايم ديلي اللي عندي أقل من الـ 0.5 تاو. بالتالي لو جينا على بلانس وكان التايم ديلي فيها كبير يعني أكبر من الـ 0.5 تاو، بالتالي الزد ان مش راح تشتغل مليح. بالتالي العالمين هذولا الكون كون تيونينج رولز أوكي عملوا لي تعديل بحيث إنه من ضمن التيونينج رولز تبعاتهم صارت التي دي اقل من التو تاو، وبالتالي يعني عملوا لي اكستنشن 4 تايمز 4 تايمز لمين؟ للرينج تبعنا وين؟ في الزد ان ميثود. عملوا لي ستريتشنج، عملوا لي اكسبانشن للرينج اوف تي دي ذات وي كان ديل وذ. طيب هسه يا نشامه وهاي حسنة ثانية للكوهن كون ميثود، بالتالي عندي حسنتين لها، انه عملت لي اكستنشن للرينج، وفي حسنة ثانية انه قبل شوية التو ميثودز السابقات ما كان يغطين لي البي دي كنترولر، هاي صارت تغطين لي البي دي كنترولر، بالتالي زي قبل شوي هيو هون قلنا لك هيو البي دي مش موجود ولا هون. البي دي كنترولر مش موجود كتيونينج رول، بس هنا في الكوهن كون ميثود عملت لي انفولفمنت او ابلكيشن او انسيرشن للكنترولر اللي برضه ستيل هو عباره عن مهم اللي هو البي دي كنترولر. طيب كيف التيونينج بروسيس او البروسيجر؟ بقول لك حصل لي على الاس شيب كيف؟ بالتالي كل الميثودز تبعات الاوبن لوب مبنيات على الاس شيب، ومجرد ما قلنا اس شيب معناته بنحكي عن فيرست اوردر وذ ديد تايم. هي الاس شيب هي فيرست اوردر والديد تايم، هذا عباره عن من هون وفوق فيرست اوردر، وهذا كل المنطقه الميته هي عباره عن الديد تايم او الديلي. بعد ما نحصل على الستيب ريسبونس ديو تو انبوت اللي هو مين الانبوت هي تبع اليو، بعطي الانبوت هذا اللي هو ستيب انبوت نوت نيسيسري يونت ستيب، ستيب انبوت اوف سيرتن ماجنتيود يو، وباجي بحصل جرافيكالي على بلوتر او على الكمبيوتر من خلال داتا اكوزيشن سيستم باخذ الريسبونس تبعي وبوجد الستيدي ستيت فاليو تبع الريسبونس، ومن الريسبونس برضه بطلع تو بارامترز، بطلع بارامتر اسمه تي 1 اللي هو وين الفاليو اوف تايم اللي عندها بكون الواي اكسس او الريسبونس يساوي 28.3 من الستيدي ستيت، يعني انا بحسب الستيدي ستيت هون بطلعه وبعدين بشوف 28.3% اوف ستيدي ستيت وين هي، بمد خط وبنزل بحسب تي 1. بعدين الثانيه اللي هي تبعتنا زي التاو اللي هي 63.2% من الستيدي ستيت اللي هي تي 2 هون ما يعادل التاو بس التي 1 لا. طيب بناء على التو بارامترز هذول اللي بنطلعهم، لاحظ هون ما بحسب التي دي، ما بحسب التي دي،
التيونينج رول بروسيس هاي ما بتحسب التي دي، بتحسب تي 1 وتي 2. واحده عند 28.3% من الستيل ستيت، واحده عند 63.2% من الستيل ستيت. بالتالي بعد ما نحسب تي 1 وتي 2 باجي بطلع التو بارامترز هذول اللي هن مين؟ تاو ام والتي دي. اوكي، وبعد ما نحسب التاو ام والتي دي يا نشامه بنيجي على مين؟ بنيجي بنحسب من التيبل هذا الكي بي والتي اي والتي دي. الكي بي والتي اي والتي دي للكنترولر باستخدام الكوهن كون ميثود. اوكي نشامه، وبالتالي لاحظوا معي انه هون في عندي انضاف مين؟ البي دي. البي دي في التو تيونينج بروسيسز السابقات سواء في السي اتش ار او بالزد ان ما كان موجودات، هون هاي اضافه، هاي طريقه التيونينج بروسيس اضافت لي البي دي كنترولر. بالتالي هذا التيبل زي ما قلنا لك لا تحفظ شيء، هذا بكون عندك موجود، ما عليه غير تطلع البارامترز من الاس شيبت كيرف اللي هو هون، تحصل على الاس شيبت كيرف وبعدين تطلع البارامترز هذول وبعدين تعوضهن وين؟ تعوضهن في التيبل هذا وتحصل على الكنترولر اللي بدك اياه، وهذا هو اهم كنترولر عندنا اللي هو البي اي دي. اي سؤال يا نشامه لغايه الان؟ اي سؤال لغايه الان يا نشامه؟ بالتالي صفى عندي في الاوبن لوب لحد هسه صرنا مقترحين هاو ماني تيونينج رولز او بروسيسز؟ ثلاثة. 3 تيونينج رولز. واحد هو الاساس، مين هو؟ الزد ان. واثنين فاريشنز او موديفيكيشنز او امبروفمنت من الاول الاصلي اللي هو الزد ان. وكل واحد بيعالج لي مشكله. كون امبروفمنت معناته لابد ما ضاف لي تحسين على الاصلي اللي هي الزد ان. بالتالي هاي الطريقه الاخيره اللي قبل شوي اللي هي كوهن كون ميثود ضافت لي تحسينين، شو هن؟ عملت لي اكستنشن للديد تايم، وسعت لي المجال تبع الديد تايم، بدل ما كان 0.5 تاو صار اقل من 2 تاو، يعني ضربت لي باربعه. والتحسين الثاني اضافت لي البي دي كنترولر. اوكي نشامه؟ طيب خلينا نشوف الاكزامبلز، بدل ما نظل نحكي لك ثيوري بثيوري خلينا نشوف اكزامبل. عندي هاي بلانت، عندنا هاي البلانت، بالتالي هاي البلانت عباره عن هيها فيرست اوردر، وهون هذا الاكسبوننشال قلنا لك في المحاضره السابقه هي عباره عن ايش؟ ديلي او ديد تايم. بالتالي هون بقول لك احسب لي تو كنترولرز، واحد البي اي وواحد البي اي دي. مجرد ما قال لك يا نشامه البي اي وبي اي دي، معناته انا الاي هو عباره عن ضروري بالحالتين، الانتجرال اكشن ضروري بالحالتين. طب اذا الانتجرال اكشن احنا مصرين عليه، شو اشي انا بحاول اضبطه؟ شو في اشي يا نشامه اذا الانتجرال اكشن انا مصر عليه، شو في اشي انا قاعد معناته بشكل مخفي قاعد بركز عليه؟ اذا انا مركز على الانتجرال اكشن، انا بقول بي اي وبي اي دي، بالتالي الاي موجوده بالحالتين، الجين انسوها دائما الجين موجوده، بالتالي ما قلنا بي دي، قلنا بي اي وبي اي دي، بالتالي الانتجرال اكشن موجود بالحالتين. معناته انا شوفي عندي هواجس ولازم اغطيها. انا عندي مشكله بكون معناته بالستيدي ستيت ايرور، شنو الانتجرال اكشن زي ما حكينا في المحاضرات السابقه عباره عن بزيد للسيستم تايب، ومجرد ما زاد السيستم تايب معناته اذا كان بحكي عن ستيب انبوت وكان الستيدي ستيت ايرور تبعه كونستانت، شو بعمل لي اياه؟ زيرو، بصفر لي اياه. ولو كان عندي، لو كان عندي ايش؟ لو كان عندي رامب انبوت وكان عندي الستيدي ستيت ايرور انفينيتي، شو بحول لي اياه الانتجرال؟ هذا كله تشابتر ستيدي ستيت. شو بحول لي اياه؟ اذا كان انفينيتي بنزل لي على الدرجة الثانية، شو الدرجة الثانية؟ اه
هاي نشامة، أها هون المادة قاعدة بترتبط، هاي نشامة. إذا بنرجع للشابتر تبع الستيل ستيت، كان في عندي 3 كيسز للستيل ستيت ايرورز، والسيستم تايب دائما باخذ لي من شيء أسوأ لشيء أقل منه بدرجة، بالتالي 3 حالات شهن يا نشامة تبعات الستيل ستيت ايرور لأي انبوت، لأي انبوت. اوكي، ان جنرال، ان جنرال الستيل ستيت ايرور بيكون ان جنرال واحده من 3 حالات، يا اما انفينيتي يا اما فاينايت اند كونستانت بات نوت زيرو، يا اما الحاله الثالثه زيرو. بالتالي دائما اضافه الانتجرال او زياده السيستم تايب ياخذني من الدرجه الويرست لاقل منها سوءا بدرجه. بالتالي اذا كنت احكي عن ستيب انبوت، اذا كان عندي الستيدي ستيت ايرور فاينايت وكونستانت، الانتجرال اكشن بياخذني للزيرو ستيدي ستيت ايرور، صح؟ زي ما حكى عبد الرحمن. طيب اذا كان عندي الانبوت تبعي مش ستيب، لو كان عندي رامب وكان الستيدي ستيت ايرور انفينيتي، اذا ضفت الانتجرال وزدت السيستم تايب مقدار واحد، شو بصير عندي الستيدي ستيت ايرور؟ فاينايت. ها بصير عندي كونستانت وفاينايت. وعبد الرحمن مركز معي مفتح، نقط حالك علامه. ماشي عبد الرحمن؟ تمام. اوكي نشامه، بالتالي انا مبين هون انه قاعد بدق على وتر مين؟ بدق على وتر انه في عندي ستيدي ستيت ايرور وبدي الوصه، بدي اعمل له اليمينيشن او مينيمايزيشن، اقلله. وبالتالي هذا هو الريسبونس، الستيب ريسبونس تبعي. اوكي يا نشامه، الستيب ريسبونس اللي حصلناه اكسبيرمنتال. اوكي يا نشامه، وعشان نوضح لكم اياه بالتفصيل كونه اول اكزامبل، عشان نوضح لكم اياه بالتفصيل كونه اول اكزامبل، اوكي نشام، خلينا نشوف الملاحظات التاليه. وين الانبوت سيجنال يا نشام تبعت السيستم؟ احنا قلنا في كل الاوبن لوب كونفيجريشنز، كل الاوبن لوب تيونينج ميثودز، شو بكون الانبوت؟ يكون ستيب فانكشن، يكون ستيب فانكشن، بس مش شرط يكون يونت ستيب، يكون ستيب فانكشن اوف سيرتن ماجنتيود، قلنا اليو. بالتالي هيها وين الانبوت تبعي؟ الانبوت تبعي هذا هو يا نشامة، هذا هو الستيب فانكشن. از ات يونت؟ لا، عشان الماجنتيود تبعها قديش؟ 2. هي بالتالي انا اعطيت الانبوت تبعي 2 في اليونت ستيب فانكشن، الماجنيت تبعه 2. طيب يوم اعطيت الانبوت هذا في الاوبن لوب كونفيجريشن، يعني كان عندي هاي البلانت، هاي البروسيس اللي فيرست اوردر بلس ديد تايم، اعطيتها اليو اوف تي اللي هي الانبوت تبعي، او الار اوف تي لو قلنا الانبوت، ومنها حصلت على الواي في الاوبن لوب كونفيجريشن بدون كنترولر وبدون فيدباك. هذا هو مفهوم، لا في عندي فيدباك مش موجود، ولا في كنترولر قبل هون، بس البلانت بعطيها ستيب انبوت وباخذ الواي. وين الواي تبعنا؟ هذا هو الواي، هذا هو الواي اوف تي، شايفين يا نشامه؟ هذا الواي اوف تي هل هو عباره عن ايش؟ هل هو اس شيبد؟ يس يس، قلنا الاس شيب بتتكون من تو بارتس، من هون وفوق يا نشامه، هذا الاكسبوننشال اللي هو فيرست اوردر، فيرست اوردر سيستم. اوكي، واللي قبليه من هون ورا هذا الديلي او الديد تايم. بالتالي احنا قلنا كل السيستمز هاي عباره عن بتكون فيرست
order plus dead time. بالتالي هذا dead time وهذا هو عبارة عن first order. صح. طيب إذا بنرجع يا نشامة لغايات الزد ان ميثود او السي اتش ار ميثود، قلنا نفس البارامترز تستخدمهم بس الفاليوز تبعات التي اي والتي دي والكي بي هن المختلفات. بالتالي قلنا بنيجي شو بنساوي؟ قلنا نسامة بنيجي حصلنا على الواي وحصلنا على الانبوت، بالتالي هاي الواي steady state 4 واليو تبعتي 2، هاي كلها من ضمن البارامترز اللي بيدخل معي بالحسابات. طيب شو صفى معي؟ صفى معي لازم احسب التايم ديلي اللي هي هاي من هون هاي لحد هون، هاي تطلع معي التايم ديلي. اوكي، اللي هي باجي برسم التانجنت لاين، هذا التانجنت لاين والانترسكشن بين التانجنت لاين مع التايم اكسس هو بيعطيني التايم ديلي، والانترسكشن بين التانجنت لاين مع مين؟ مع الستيدي ستيت لاين، هذا هون اذا بننزل تحت بيعطيني الكابيتال تي، هذا حكينا كله في المحاضرات السابقه. والتاو ام هي الفرق بين التي ماينس التي دي، التاو ام هي عباره عن التي الفرق بينهم ماينس التي دي. والتاو لغايات اذا بدنا نعمل ديتيرمينيشن للترانسفير فانكشن او ايدنتيفيكيشن للترانسفير فانكشن اللي عندنا، هي عباره عن ال 63%. هيها ال 63% متى الريسبونس بيوصل 63% اوف الستيدي ستيت؟ الستيدي ستيت لا تنسى انها 4، بنيجي بنضرب 4 في 63% 0.2 بيطلع معايا 2.5. وين وصلت 2.5؟ باخذها وبحسبها من التي دي مش من الصفر، هاي هي التاو زي ما هي مبينه عندي هي. بس التاو ما بتدخل بالكنترولر بارامترز، الكنترولر بارامترز ما بتدخل فيها التاو، تدخل في الايدنتيفيكيشن تبع البلانت. التاو اذا بدي اعمل ايدنتيفيكيشن للبلانت، بالتالي واضح عملية تحديد البارامترز ولا لا يا نشامة؟ بالتالي أنا من هون أوجدت الـ U is given for me، أوجدت الـ YSS اللي هي هاي، أوجدت الـ capital T اللي هي هاي اللي هون time هون اللي هي هاي الـ capital T أوجدتها، وأوجدت الـ TD اللي هي time delay اللي هي هون. أوكي، ومنهن أوجدت mathematically بناء على هاي وعلى هاي ماثماتيكال بنوجد مين؟ بنوجد اللي هي تاو ام، ماثماتيكال بنطرح هاي من هاي بيطلع تاو ام، بالتالي هيك بيكون البارامتر استبعات الزد ان انتهى. خلينا نرجع لوين؟ للتكميله. بالتالي هين لاحظ الواي اس اس 4 قلنا واليو 2 والتاو ام اللي هيها من الرسم، طبعا هذا كله اكسبيرمنتال من هون، كله اكسبيرمنتال من هون ان شاء الله. التاو ام هيها اللي هي 0.7 والتي دي اللي هي 0.75 اللي هي بهيها مبينه هون برضه، هي التي دي 0.75 معناته الكابيتال تي شو بتطلع معي؟ الكابيتال تي بتطلع معي 1.45. خلينا نضيف لكم اياها عشان ما تقولوش عو مو. الكابيتال تي يا نشامه تطلع قديش؟ 1.45. بالتالي هذول هن يا نشامة، وهي لازم تكون قبل هاي، دقيقة شوي.
وضعتين شيما بالتالي طلعنا من الفيجر طلعنا الـ YSS وطلعنا الـ U طلعنا الـ capital T اللي هي 1.45 هون جاي تقديرا طلعنا الـ TD اللي طلعت 0.75 وبناء عليه انطرحنا هذول الثنتين من بعض وطلع معاي مين اللي هي تاو ام. هيك من الفيجر حددنا كل البارامترز البنية وقلنا لك التاو هاي ملهاش دخل بالتيونينج اللي دخل بالايدنتيفيكيشن تبع البلانت. طيب بناء عليه يا هشام شو بقول لك؟ بقول لك هاي التيونينج رولز تبعاتك. احنا شو طلبنا بالاكزامبل؟ طلبنا نحسب تو كنترولرز بي اي وبي اي دي. تعال هي حاط لك بالتيبل هون بقول لك هاي البي اي بارامترز وهاي البي اي دي بارامترز. اوكي؟ وإذا بنرجع كل هذا التيبل اللي قبل شوية وجدناه من مين؟ وجدناه من التيبل اللي مر معنا في البدايات. وين الزد أن؟ هاي هذا التيبل. أوكي نشامة. وبناء على الفاليوز تبعات الكي والتاو أم هاي كله عوضناهن بالتيبل هذا وطلعنا الكنترولرز هذول الاثنين. طلعنا الكنترولرز الاثنين هذول وبالتالي نشامة طلعت معاي اللي هي الكي بي والتي اي والتي دي. هاي بناء على ايش؟ بناء على الزد ان. اوكي طيب هسه يا نشامة معناته بناء على مين؟ السي اتش ار. هو بدنا نحسب هسه بناء على السي اتش ار وقلنا لك السي اتش ار السي اتش ار بيستخدم نفس البارامترز تبعات مين؟ تبعات الزد ان نفسهم بس يوم نحسب هذول الفاليوز طريقة حسبتهم مختلفة. بالتالي أنا إحنا طالبين بي آي وبي آي دي ولا تنسى إنه سي إتش آر تعطيني تو فاريشنز واحدة 0% أوفر شوت والثانية 20% أوفر شوت. بالتالي طلع معي من سي إتش آر أربعة كنترولرز بي آي اثنين وبي دي بي آي دي كنترولر اثنين واحد تبع 0% وواحد تبع 20%. طيب هيك أنهينا أول طريقتين، ظل علي مين؟ ظل علي الطريقة الثالثة، مين هي؟ اللي هي الكوهن كون ميثود. هيها الكوهن كون ميثود، بالتالي من الفيجر نفسه هذا أوكي نشامة، الكوهن كون ميثود بيستخدم بارامترز ثانية زي ما حكينا قبل شوي، بنطلع الـ T1 اللي عند 28.3 من الستيدي ستيت وبنطلع الـ T2 اللي هيها اللي عند التاو اللي هي 63.2%. وبعد ما نطلع التي 1 والتي 2 اكسبيرمنتال ويكون عندي اليو والواي اس اس بنعوضهم في التيبلز اللي مرن معنا. اوكي نشامة. وبنطلع البارامترز اللي عندي هذول نطلع البارامترز اللي عندي مجرد ما طلعناهن صار عندي ما علي غير اعوض. اوكي نشامة. البي اي والبي اي دي باستخدام السي اتش ار ميثود بناء على التيبلز حكينا عنها قبل شويه ما علي غير تعوضها. اوكي نشامة. وبيطلع معك بالنهايه هاي هي الفاليوز للبي اي دي كنترولر وللبي اي كنترولر. اوكي نشامة. طيب هسه تعالوا على البلانت وين كان معطى الاكزامبل. هاي الاس يا نشامة تعالوا هذا الفيرست اوردر سيستم وين البولز تبعاتي وين؟ هون عندي سنجل بول فيرست اوردر عندي سنجل روت للكاركترستيك. وين الاس تبعتي وين الروت تبعتي؟ عند الماينس 2. اوكي نشامة عند اللي هي الماينس 2 ولكن نتيجه الديلي الموجود عندي نتيجه الديلي الموجود عندي هذا هو الريسبونس تبعي الريسبونس تبعي في الكلوز لوب. لو نيجي نحسب الكلوز لوب هذا الاوبن لوب يا نشامة اللي هون اللي عندي اللي في الاكزامبل هذا البلانت. يوم نيجي نعوضها ونحسب الكلوز لوب ترانسفير فانكشن بيطلع عندي الكلوز لوب ترانسفير فانكشن
الروس تبعاته على الرايت هاند سايد، وبالتالي كونه على الرايت هاند سايد مش حاسبها انا هون بس انتوا حسبوها. اوكي بدي يطلع معاي السيستم شو ماله؟ انستابل، هاي قاعد بيزيد مع التايم. السيستم الكلوز لوب ستيب ريسبونس طلع معاي السيستم انستابل، هذا بس وين؟ بدون الكنترولر، بدون الكنترولر، هي مكتوب عندك هون without الكنترولر. بالتالي البلانت الاصليه بدون الكنترولر هي عباره عن انستابل. طب خلينا نشوف بعد ما حطينا لها، حطيناها في الكلوز لوب اوكي نشامه، واستخدمنا البي اي كنترولر باستخدام مين؟ باستخدام الثري تيونينج ميثودز. مين هن؟ هيو عندك اول واحد اللي هو زد ان، الثاني سي اتش ار 0%، والثالث سي اتش ار 20%، والرابع اللي هو سي الكون كون. لا تنسى السي اتش ان فيها تو فاريشنز، بالتالي صفى عندي فور جرافز. بالتالي لاحظ انه البلانت الاصليه كانت انستابل، يوم جينا حطينا الكنترولر واستخدمنا البي اي اوكي يا نشامه، لاحظ كل الثلاث الفور كيسز اللي عندي للميثودز راح للستيدي ستيت فاليو اللي هو نفس الستيدي ستيت فاليو. واضح يا نشامه؟ نفس الستيدي ستيت فاليو. انا اعطيت ستيب انبوت اوف يونيتي فاليو، اجن يا نشامه عباره عن ايش؟ اجن طلعن معي كلهن راحن للستيدي ستيت فاليو which is the same، وبالتالي الستيدي ستيت ايرور هون صار زيرو. هاي اليونت ستيب ريسبونس. هون يا نشامه اليونت ستيب ريسبونس مش عباره عن الماجنيت تبع التو، هون اعطيناها اليونت ستيب وطلع معي هذا هو الريسبونسز للفور كيسز. بالتالي كل واحدة إلها حسناتها وإلها سيئاتها. لاحظ سي اتش ار 0%، هل فيها اوفر شوت؟ لا ما فيها. بالتالي هل مفهومه معناته طلع مظبوط؟ ما طلع، ما اعطتني اوفر شوت. الزد ان ما اعطتنيش اوفر شوت بس فيها اوسيليشنز. مين اللي اعطاني اوفر شوت؟ الكوهن كون والسي اتش ار 20%. ولاحظ السي اتش ار 20% اعطتني فيري كلوز لمين؟ يعني بتطلع تقريبا 10% الاوفر شوت تبعتها، بينما الكوهن كون اعطتني حوالي 20% اوفر شوت. بالتالي حكينا في المحاضره الماضيه هاي هيك بكون انهينا المرحله الاولى من التيونينج. شو هي؟ شو هي يا نشامه؟ المرحلة الأولى من التيونينج حكينا في عندنا تو تيونينج فيزز، اللي هي في شيء اسمه الكورس تيونينج وفي شيء اسمه الفاين تيونينج، صح؟ نعم دكتور. بالتالي هيك بيكون خلصنا الكورس تيونينج بس الكنترولر ديزاين ما انتهى. بعد ما نخلص الكورس تيونينج بنروح للفاين تيونينج، بنصير نغير بالكنترولر بارامتر 1 بارامتر ات ا تايم، والراقب الريسبونس طبعا بصير نغير بالبارامتر تبعنا زياده ونقصان، نزيده وننقصه شوي شوي، والراقب الريسبونس هل هو قاعد بتحسن ولا لا، حتى نحصل على افضل ريسبونس ممكن من الكنترولر اللي انا مستخدمه. واضح؟ بالتالي بس نستخدم الرولز، كل الرولز السابقه هي بتعطيني الكورس تيونينج فيز ولا تعطيني الفاين تيونينج، يعني بتعطيني جاهز للاستخدام. بعد ما اخلص التيونينج بروسيجرز بتحسب التيبلز السابقات لابد ما ادخل بفاين تيونينج. فاين تيونينج بغير بالكنترولر بارامتر 1 بارامتر ات ا تايم، والثانيات كلهن ثابتات اوكي يا نشامه. وبعدين بشوف مين؟ بشوف الريسبونس، متى بتحسن بظني اثبت البارامتر اللي بحسنه وبنط على البارامتر الثاني وهل مجره. هاي هي الكورس تيونينج. طيب هسه يا نشامه هاي من هون اجينا لخصنا لك اياها، الفيجر هذا لخصناه بايش؟
لخصناها يا نشامة بالفور ميثودز هاي اللي عندي، أعطيناك إياها إنه في الفور ميثودز فيها زيرو ستيل ستيت إيرور، وهي الرايز تايم الأوفرشوت والستيدلينج تايم تبعاتها بناء على الريسبونس اللي عندي هون، بس أعطيناك اللي هي الزبدة التابل هذا. أوكي يا نشامة، أي سؤال يا نشامة؟ هيك بكون خلصنا مين؟ أول كنترول احنا كان في الإكزامبل مطلوب معاي بي آي وبي آي دي، هيك بكون خلصنا البي آي. هسا بنروح للسكند فيز أوف ذا ديزاين، أو قبل ما نروح للسكند فيز، هاي يا نشامة عبارة عن إيش؟ هاي عبارة عن الريسبونسز تبعات البي آي دي كنترولر. هاي الريسبونسز تبعات البي آي دي كنترولر. هاي عبارة عن ZN CHR 0 والكوهن كون والCHR 20. ولاحظ هون في عندي، إذا بنرجع لهون يا نشامة، الريسبونس تبعي في حالة البي آي، البي آي في نوع من السموثنس. شو السموثنس؟ يعني ما في شارب تشينجز في الريسبونس، صح؟ ما في عندي شارب تشينجز في الريسبونسز. بينما اذا بنلاحظ الفيجرز هاي تبعات الريسبونس اللي هي الكلوز لوب ريسبونس تبع البي اي دي كنترولر، اوكي، اللي استخدمناه في الفور كيسز، بنلاحظ انه في الفور كيسز الستيل ستيت ايرور زيرو ورايحات للواحد، واحد واحد واحد. اوكي يا نشامة، وبالتالي هون انا بحكي معطيهن يونت ستيب وقاعد بشوف الريسبونس. اوكي يا نشامة، بالتالي بنلاحظ انه الستيل ستيت ايرور ستيل زيرو، كله رايح للواحد. طيب لاحظ انه في عندي هون في شارب تشينجز، في زوايا حاده، في انعطافات سريعه. بينما كان في حاله مين؟ في الاربع حالات هذول كان عندي في سموث، يعني ما في changes sharp very sharp، ما في زوايا حادة منعطفات. أوكي نشامة، طيب مين بحكي لي شو السبب؟ مين بحكي لي نشامة شو السبب؟ السبب يا نشامة اللي هي هاي، مين هاي؟ مين الدي؟ الديريفاتيف. الدي هي عباره عن الديريفاتيف. الديريفاتيف اذا متذكرين في المحاضرات الماضيه هي عباره عن ريليتد تو ذا ديريفاتيف اوف ذا ايرور سيجنال، ومنها بتعمل بريدكشن، تعطيني السلوب اوف فيوتشر ايرور بيهيفير. بالتالي دائما الدي وجوده يا نشامه احتمال يعطيني ايش؟ شارب تشينجز، عشان باخذ الديريفاتيف. اوكي، والديريفاتيف بتكون related للderivative of the current error حتى أخذ the future error behavior. أوكي، وبالتالي لاحظ أنه في الإكزامبل هذا، بس مش دائما الحكي هذا مظبوط، كان عندي البي آي كنترولر أفضل كريسبونس، بي آي كنترولر أفضل كريسبونس من حيث السموثنس، أوكي، اللي هي يعني نعومة الريسبونس أو عدم وجود oscillations كبيرة اللي هي الشارب تشينجز او اللي هي الزوايا الحاده، افضل من البي اي دي كنترولر. اوكي نشامه، وبالتالي دائما الديريفاتيف يا نشامه، الديريفاتيف بتكون ريليتد للدي اي اوفر دي تي. وبالتالي اذا في عندي اي نويز بسيطه، وهذا حكي ناقشناه في الزمانات، بتكون ايش؟ بيعطيني في اوسيليشنز. يعني لاحظ هون الايرور كان الريسبونس طالع ولا هو نازل؟ نزل، يعني في هيك منعطفات حاده، منعطفات حاده في كل الريسبونسز لكل الكنترولرز. وبالتالي هذا الحكي نتيجه وجود الديريفاتيف اكشن. وهون مره ثانيه اعطيناك مين؟ اعطيناك كل الريسبونس سبيسيفيكيشنز من حيث الفور باراميترز، اوفر شوت وستلينج ورايز تايم. ولاحظ الستلينج الستيل ستيت ايرور بالاربع حالات ستيل زيرو. اوكي يا نشامة، اي سؤال لغايه الان؟ طبعا حتى اربط لك الديريفاتيف
خلنا نرجع معاك وين؟ خلنا نرجع معاك للشرح اللي بداية الشابتر. هي احنا قلنا الديريفاتيف هي وبكون مرتبط مع الفيوتشر الى عن طريق دي اي اوفر دي تي بيشتق الايرور الكرنت ايرور فاليو اوكي وبضربها في الكي دي بالتالي هي بحسب لي السلوب اوف ذا كرنت ايرور عشان يعمل بريدكشن للفيوتشر ايرور. وهون في عندي مشكله حكيتها هسه ليش الشارب تشينجز شنو انا قاعد بشتغل اكسبيرمنتال والاكسبيرمنتال هاي نشامه اوكي هي عباره عن بتكون فيها نويز والنويز يمكن عباره عن بلحظه معينه يصير في شارب تشينج وين في الايرور وكوني قاعد باخذ لها الديريفاتيف الامور راح تصير ايش الامور راح تصير حساسيه كبيره للنويز عشان هيك الديريفاتيف اكشن نشامه هذا بيكون عباره عن سنسيتيف تو نويز ميجرمنت وهو السبب الاساسي في الشارب تشينجز هاي اللي في البي اي دي كنترولر. واضح عمليه الشارب تشينجز يا هشام هاي التشينجز الانعطافات الحاده المنعطفات الحاده في الريسبونس هاي كلياتها نتيجه الديريفاتيف. لاحظ هون كنا طالعين ولا هو نازل بسرعه؟ كنا هون طالعين وانه منعطفات خطره منعطفات خطره هاي كلها نتيجه الديريفاتيف اكشن عشان الدي بيعطيني الدي اي اوفر دي تي وبالتالي هذا بيسبب لي اللي هي المنعطفات في الريسبونس. اي سؤال يا نشامة؟ ناخذ اكزامبل ثاني. طيب في عندي هذا برضه فيرست اوردر بلس ديد تايم وبقول لك مره ثانيه صمم لي البي اي والبي اي دي كنترولر. وهي مش راح ادخل هسه بالتفاصيل اللي حكيت عنها قبل شويه. اوكي نشامة حسبنا الستيدي ستيت طلع معي من الريسبونس مش حساب اللي هو 2 واليو هون معطي انا يونت ستيب فانكشن واحد وطلعنا 63% اللي هي لغايات الايدنتيفيكيشن وليس لغايه مين؟ لغايه اللي هي الكنترولر بارامترز وبعدين هاي البوينت هاي حسبناها طلعناها هون اللي هي انترسكشن مع الستيدي ستيت لاين وهاي الانترسكشن تبع التانجنت مع مين؟ مع التايم اكسس حسبنا من هون كابيتال تي ومن هون بيطلع معي مين؟ ومن هون بيطلع معي تي دي وبالتالي بناء على البارامترز هذول يا نشامة بناء على البارامترز هذول بطلع كل الفاليوز هاي وبعدين بعوضها في البي اي والبي اي دي كنترولرز وبيطلع معي هذا هو هذا بناء على الزد ان بعدين بروح بنفس البروسيجر للسي اتش ار ميثود والتو فاريشنز تبعته از 20% وال 0% اوكي نشامة واخر شيء بروح لمين بروح للكوهن كون ميثود اوكي نشامة بروح للكوهن كون ميثود اوكي نشامة ومنها بوجد تي 1 وتي 2 كل طريقة لها حساباتها بوجد تي 1 وتي 2 وبعدين بوجد نشامة اللي هي منها بوجد الحسابات اللي مرت معنا في الطريقة وبعدين بوجد اللي هي سي اتش ار برضو للبي اي والبي اي دي كنترولر اوكي نشامة ولاحظ هاي الريسبونس تبعنا تبعت مين تبعت البلانت without the controller هاي الكلوز لوب ريسبونس تبعت البلانت without the controller طيب مين بحكي لي عن هالريسبونس تبعنا هذا هل هو ستيبل يس اور نو هل الريسبونس تبع البلانت without the controller اللي هي الكلوز لوب ريسبونس تبعنا بناء على الفيجر هذا هل هو ستيبل يس اور نو شو رايكم قبل شوي في الاكزامبل السابق كان انستيبل بينما هون شو ستيبل ولا انستيبل شو رايكم يا نشامة
هل هو decreasing with time ولا increasing؟ stable system. stable. طب بس شو المشكلة اللي فيه؟ oscillation في البداية. أيوة ال oscillations هاي. حدا منكم شايف ال response هون بالبدايات كلها منطقة زرقة صح؟ بالتالي هاي شو بتعني؟ تعني يا نشامة إنه الفريكوانسي اللي عندي هون very high، إنه مش قادرين نفرق ولا نشوف أي إشي من مين، من الريسبونس. يعني ما في عندك إنك تشوف الريسبونس وهو بيعمل لك الدامبينج، بالتالي الفريكوانسي بتكون إيش very high. بس السيستم هيو قاعد بروح لستيدي ستيت فاليو which is finite، معناته السيستم stable، بس الفريكوانسي بتكون very high frequency. طيب يوم جينا طلعنا البي اي كنترولر، هاي الريسبونس تبعنا الكلوز لوب اوكي، ومره ثانيه اليونت ستيب، اليونت ستيب ريسبونس اوكي. لاحظ كل الرايحات لليونتي، معناته الستيل ستيت ايرور قديش؟ زيرو. وهاي الفور ريسبونسز اوكي. انا شامة يوم نيجي نحسب لهم الفور بارامترز هذول بيطلع معي هذا التيبل بناء على الفيجر هذا. هذا لمين؟ للبي اي كنترولر اوكي. طيب بنروح لمين؟ بنروح للبي اي دي كنترولر، بنروح للبي اي دي كنترولر، وهذا عباره عن الكلوز لوب للبي اي دي كنترولر بناء على الفور ميثودز. وزي ما حكينا يا نشامة قبل شويه نفس الملاحظة إنه فيها sharp changes في responses، sharp changes في responses. هيا كلياتها فيها sharp changes في responses، بس responses كلهن رايحات للunity. أوكي نشامة. وبالتالي أوكي نشامة، هاي sharp changes نتيجة مين؟ نتيجة نفس الملاحظة حكيناها في لا 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 قبل شوية، اللي هي نتيجة الديريفاتيف اكشن. اوكي نشامة. وبالتالي هاي برضو ملخص بناء على الفيجرز انه وين ايش؟ شهن كل الفور بارامترز للاربعة ميثودز. للاربعة ميثودز. اي سؤال يا نشامة؟ اي سؤال يا شباب؟ اي سؤال يا نشامة؟ هيك بكون خلصنا الاوبن لوب ميثودز، وضايل علينا مين؟ ضايل علينا بوقف المحاضرة هون يا نشامة اوكي. ولكن اي استفسار يا نشامة؟ خليني ارجع لكم. اي استفسار؟ بالتالي احنا هسا كان عندنا مجموعة من الميثودز اللي هن ثلاثة، الزد ان والسي اتش ار والكوهن كون. والسي اتش ار لها تو فاريشنز 0% و 20%، وكلهم بيعتمدن على انه يكون البلانت الاصليه اللي عندي شو هي؟ فيرست اوردر بلس ديد تايم، يعني فيها ديلي وفيها فيرست اوردر، وكلهم بيعتمدن على اني احصل اعطي البلانت ستيب انبوت سواء يونت ولا نون يونت، واخذ الريسبونس، والريسبونس لازم يكون شو شرطه؟ اس شيبد. اس شيبد. اذا ما حصلت على اس شيبد معناته اس شيبد هو عباره عن زي هاي اذني وهاي اذني. الاس شيبد هو مفهوم تطبيق لمفهوم الفيرست اوردر بلس ديد تايم. اذا شفت الاس شيبد معناته البلانت فعلا فيرست اوردر بلس ديد تايم، واذا ما شفت الاس شيبد معناته اتس نوت فيرست اوردر بلس ديد تايم. اوكي نشامة. وبالتالي هون بيجي عندنا اللي هي في عندنا تيونينج رولز، إشي للبي، إشي للبي اي، إشي للبي اي دي، وإشي للبي دي. مش كل التيونينج رولز بيعطيني للبي دي. وبالتالي ما عليه غير من الاس شيبد تطلع مجموعه من البارامترز بناء على تيونينج ميثود اللي بنحكي عنها، وبعدين بعد ما تطلع اكسبيرمنتالي مجموعه من البارامترز، في مجموعه اخرى من البارامترز تحسبها حسبه كالكوليشنز، وبعدين بناء على الكالكوليتد فاليوز والمجرد فاليوز من الاس شيب
تيجي بتعوض الفالز تطلع معك هاي في الكنترولر بارامترز للميثود المعينه وبتطلع اللي هي ما يعادل الانتجرال اكشن والديريفاتيف اكشن والبروبورشنال اكشن جينز. وبعدين تيجي بتحط البلان في الكلوز لوب كونفيجريشن. احنا ركزوا معي، احنا الاوبن لوب كونفيجريشن لغايه مين؟ لغايه التيونينج. بس بعد ما نعمل التيونينج ما احنا لازم نحط البي اي دي ان اكشن، لازم نحطه بالميدان. وبالتالي باجي بحط البي اي دي بعد ما اخلص من التيونينج، لازم احط البي اي دي قبل البلانت واخذ الكلوز لوب كونفيجريشن يونت اللي هي يونيتي فيدباك. وبالتالي بعد ببلش عمليه ايش؟ ببلش عمليه الفاين تيونينج بروسيس، بصير اغير وان بارامتر ات ا تايم واشوف الريسبونس هل قاعد بتحسن ولا لا. بالتالي الاوبن لوب تيونينج هي عباره عن بس لغايه الديتيرمينيشن اوف ذا كنترولر بارامترز في الكورس تيونينج. بعديها باجي بجيب الكنترولر وبحطه قبل البلانت في اليونيتي فيدباك كلوز لوب كونفيجريشن اللي بكون فيها في فيدباك وفيها كنترولر بناء على الكنترولر اللي انا مختاره. وبعدين ببلش بالفاين تيونينج ستيج، بصير اغير بالون بارامتر ات ا تايم حتى احصل افضل ريسبونس ممكن من هالميثودز. اوكي يا نشامة؟ وبالتالي هاي عباره عن خلاصه الاوبن لوب تيونينج ميثودز. اي سؤال يا نشامة العرب؟ اي سؤال يا نشامة العرب؟ اي سؤال؟ اوكي ان شاء الله خلينا نوقف التسجيل.